السلام عليكم. الجيش الإيطالي يعلن عن أول اشتباك له مع القوات اليمنية، والإعلام البريطاني يستجدي العالم للوقوف مع واشنطن ولندن ضد صنعاء، ومرصد بحري يفضح دولتين إسلامية وعربية بتزويد إسرائيل بالبضائع، وقراصنة صوماليون يتجولون أمام السفن العسكرية بالبحر الأحمر. هل تسعى صنعاء لامتلاك سلاح نووي سري؟ ومن هما الدولتين الجديدتان اللتان كسرتا الحصار على إسرائيل؟ وما السر الذي كشفه معلم إسرائيلي بالصوت والصورة لأول مرة؟ إن كنت تحب متابعة الأخبار اشترك في القناة وانضم لعائلتنا بتفعيل الجرس. ذكرت وكالة رويترز أن البحر الأحمر شهد أول مواجهة بين القوات اليمنية التابعة لصنعاء وبين القوات الإيطالية، رغم العلاقة التاريخية الجميلة التي تحتفظ بها روما مع صنعاء بحسب عدد من الكتب. وقالت وزارة الدفاع الإيطالية في بيان إن إحدى سفنها البحرية تعاملت مع طائرة مسيرة كانت على بعد حوالي 3 أميال من السفينة الإيطالية وكانت تتجه نحوها. علشان لازم دائما انتم عارفين يكون دور تمثيل الضحية يكون محبوك هنا. البيان وصف الإجراء بأنه دفاع عن النفس نفذته السفينة دويلو التي تساعد في حماية طرق التجارة من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ التي تنفذها جماعة الحوثي اليمنية. قالت وزارة الدفاع الإيطالي في بيان إن إحدى سفنها البحرية تعاملت مع طائرة مسيرة كانت على بعد حوالي 3 أميال من السفينة الإيطالية وكانت تتجه نحوها، ووصف الإجراء بأنه دفاع عن النفس نفذته السفينة دويليو التي تساعد في حماية طرق التجارة من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ التي تنفذها جماعة الحوثي اليمنية. السؤال هنا، لماذا أصلا تتواجد القوات الإيطالية في البحر الأحمر؟ طيب الذريعة أنه كل دولة جاءت لتحمي سفنها، صح؟ طيب هكذا بيتم تضليل مجتمعاتهم. لنفترض جدلا أنهم فعلا حضروا لحماية سفنهم، الطبيعي أن احنا نسأل الإيطاليين، هل تعرضت سفنكم التجارية لهجمات علشان تجوا لحمايتها؟ بالتأكيد لا، وأنا أتحدى الحكومة الإيطالية وأي شخص في هذا العالم أنه يثبت عكس ذلك. حضور الأوروبيين هو لحماية السفن الإسرائيلية وما فيش داعي لللف والدوران. وقلنا لكم في إحدى الحلقات السابقة أن إيطاليا قد تتورط في معركة ليست معركتها وعليها استيعاب رسالة صنعاء ثم يوما عن استهداف سفينة فرنسية أو برتغالية أو إسبانية أو حتى إيطالية. إيطاليا صح ممكن تسمعوا قريبا جدا، خاصة بعد تسلم إيطاليا مهام بعثة الاتحاد الأوروبي العسكرية في البحر الأحمر، وكان هناك رسالة من صنعاء تحذر إيطاليا من انخراطها في الهجوم على اليمن وفق ما كشفته صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية. دخول إيطاليا أو ألمانيا أو فرنسا حلبة الصراع العسكري مع صنعاء ستكون التكاليف كبيرة جدا عليهم. التطورات في البحر الأحمر لا تتوقف ويبدو أنها لن تتوقف، لأن الشرط معروف وواضح وأمريكا تصم آذانها وتريد توريط الجميع. على العموم الصحافة البريطانية عينها على البحر الأحمر واليمن بشكل مستمر. اليومين الماضيين كان هناك نقاط مهمة تناولتها الصحف في لندن، مثلا عندكم صحيفة الجارديان البريطانية قالت إيش؟ قالت بريطانيا والولايات المتحدة تشنان هجمات متتالية في اليمن، لكنهما تعترفان سرا أن أقصى ما يمكنهما فعله هو إبطاء وتيرة الهجمات على السفن. يعني يا إسرائيل أكثر من هكذا سننزلق لمواجهة عسكرية مباشرة على الأرض سنخسرها، أنت في كل الحالات خسران خسرة. الجارديان كشفت أيضا عن معاناة الاقتصاد وتحدثت عن تعطل سلسلة توريد المصانع وبحث الموردين عن بدائل، والأهم إيش؟ الأهم هو أن وزارة الدفاع البريطانية وصلت لحد بحثها عن سلفة بقيمة 3.2 مليار جنيه استرليني بسبب تجاوز التكاليف في البحر الأحمر. يعني جابوا أنفسهم الهلاك بأيديهم وأرجلهم، إلى درجة أن صحيفة تلغراف رجعت تلوم العالم بكله. ليش؟ قالت أنه العالم ترك الولايات المتحدة وبريطانيا وحيدتين في مواجهة الحوثيين، ومش مستبعد بكرة نسمعهم يقولوا إيش؟ الحوثيين معهم سلاح نووي، زي ما كذبوا على العالم كله أن العراق كان يمتلك أسلحة دمار شامل وقاموا بغزو العراق. تحريض غير مسبوق على صنعاء وكأنها تمتلك سلاح نووي فعلا، أو هاجمت مصالح العالم كله بكل وقاحة. إلى اليوم لم يستوعبوا أن اليمنيين بمختلف توجهاتهم القضية الفلسطينية عندهم خط أحمر.
أتحدث طبعا عن الغالبية العظمى باستثناء القلة الذين باعوا أنفسهم لخدمة الأجندات الأمريكية والبريطانية وحتى الإسرائيلية، وإن حاولوا التستر وهم عارفين منهم. هذه العينة موجود منها في كل دولة، نعم، بس كل واحد وشطارته. عندكم مثلا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرعد ويزبد في التصريحات وكأنه القائد الإسلامي الأسطوري الذي سيخلص العالم من شرور أولئك الناس، وانتم عارفين من نقصد. ولا مثلا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قلبه مع أهالي غزة، ولكن سيفه عليهم أو قصدي مغلق عليهم المعبر، ويا ريت إلى هنا وخلاص. لا، تجارتهم مع إسرائيل مستمرة وبنشاط إلى درجة إيش؟ كسر حصار البحر الأحمر عن طريق البحر الأبيض المتوسط، وهذا خبر مؤكد مش من عندي، لا، بل ذكره مرصد السي البحري. امتلاء موانئ حيفا وأشدود بإسرائيل بأكثر من 25 سفينة قادمة برحلات مباشرة أو دورية مستمرة من تركيا ومصر مقابل خلو ميناء إيلات من أي سفن، ميناء إيلات من غير أي سفن بسبب إيش؟ حصار صنعاء للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر. في المقابل دول في أمريكا اللاتينية بيننا وبينهم آلاف الكيلومترات قطعوا العلاقات وأوقفوا صفقات مع الكيان، معكم مثلا كولومبيا، البرازيل، فنزويلا، بوليفيا. طيب إيش الفرق بين العرب وبينهم؟ الفرق يا عزيزي هو الضمير الإنساني، نعم الضمير الإنساني. الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو أوضح أن بلاده علقت جميع مشترياتها من الأسلحة من إسرائيل بعد مجزرة الاحتلال الأخيرة في قطاع غزة، مطالبا العالم بضرورة مقاطعة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووضع حد للمجازر التي ترتكب بحق سكان غزة. فرق المواقف واضح جدا وما يحتاج لا فلسفة ولا تبرير. أمريكا جلبت كل الغرب للبحر الأحمر لحماية السفن الإسرائيلية، وتهورت أيضا حتى بهجمات على اليمن، ونصبت نفسها بأنها الوكيل الأمني في البحر الأحمر منذ عقود تحت ذريعة مكافحة القرصنة، وهي كانت أصلا حماية مبكرة لإسرائيل وعسكرة للبحر الأحمر. يا جماعة، أمس هيئة عمليات التجارة البريطانية بتقول إيش؟ تقول إنها تلقت بلاغا صادرا عن مركز القرن الأفريقي يفيد بمغادرة زورق صيد مخطوف من الصومال وعلى متنه 11 مسلحا، يمشي من قدامهم وكأن شيئا لم يكن. ألاعيب أمريكا تنتشر هنا وهناك، سبحان من بعث القراصنة ليتجولوا جوار السفن العسكرية الغربية. قبل ما أختم معاكم، هناك معلم إسرائيلي طلع في برنامج قصار القول يختصر لك الحال والواقع عند كل ذي عقل، اسمعوا. قبل ما تسمعوا إن شاء الله سنراكم في حلقة جديدة مع مستجدات جديدة، إلى اللقاء. الإعلام الرئيسي في إسرائيل لا يظهر أي شيء عما نقوم به في غزة باستهداف المدنيين العزل والأبرياء وقتل الصحفيين وتدمير المستشفيات والمدارس والمنشآت العامة هناك. الإسرائيلي العادي لا يرى ذلك ولا يعلم أي شيء عن ذلك، فقط أولئك من يتابع القنوات الأجنبية كالبي بي سي والجزيرة والسي إن إن يحصلون على صورة مختلفة فتماما عن ما يتحدث عنه الإعلام الرئيسي في إسرائيل.